وفي دورته 34 يشارك العديد من دور النشر في معرض الشارقة الدولي للكتاب، نتعرف عليها في تقرير الزميلة هناء الظهوري. الدورة 34 من معرض الشارقة الدولي للكتاب عكست حالة ثقافية تميزت بمشاركة عدد كبير من دور النشر، كان من بينها جناح المملكة العربية السعودية التي تشارك هذه المرة بقرابة 26 جهة حكومية سعودية ترجمت ما تقدمه المملكة من جهود لخدمة الثقافة. لدينا تقريبا 7500 عنوان، 40,000 كتاب تقريبا هذا العام، 26 جهة مشاركة من عدة مؤسسات ووزارات حكومية. لدينا هناك أيضا الدور الثاني من الجناح يوجد به الصالون الثقافي، الصالون الثقافي حراك ثقافي لا يهدأ، كل يوم تقريبا عندنا خلال المعرض ستقام تقريبا 14 إلى 15 ندوة، ما بين ندوة ومحاضرة وبرنامج. تفاعل حواري ثقافي أبرزته دور النشر المشاركة في المعرض، وذلك في سبيل سعيها المستمر لتشجيع القراءة والتبادل الثقافي في العالم العربي. نظرا للدعم اللي بيحظى فيه المعرض تحديدا من سمو حاكم الشارقة، بالإضافة إلى مبادرات من عدة إمارات، معرض الشارقة يعتبر من المعارض الناجحة جدا في الوطن العربي، بيمثل للدور النشر العالمية اهتمام كبير ومتوسع. معرض الشارقة للكتاب هو ميناء مهم تلتقي فيه بواخر الثقافة العربية والأجنبية التي تعزز من مكانته ليكون من أهم وأفضل معارض الكتب على مستوى العالم. عصر ثقافي تعيشه اليوم إمارة الشارقة بانطلاق فعاليات معرض الكتاب في دورته 34، والتي ستضم إلى رصيد الإنجازات الثقافية التي حققها المعرض خلال السنوات السابقة. لأخبار الدار هناء الظهوري، إمارة الشارقة.